انضم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي أنت والعالم، والذي نبحث فيه رؤية العالم لقضايا العراق وأبرز ملفاته في أسبوع عبر ما تناولته كبريات الصحف ومراكز البحوث والمنظمات الدولية. كذلك نبدأ الحلقة باستعراض الملفات والقضايا العراقية، وهذه جولة على أبرز تلك القضايا والملفات التي اهتمت بها مؤسسات صحفية وفكرية دولية، والبداية من موقع وكالة أنباء الأناضول باللغة الإنجليزية. وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده تتوقع من العراق اعترافا رسميا بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. وفي موقع حلف الناتو نقرأ: قوات الناتو في العراق تتولى مهمات استشارية إضافية وأخرى تتعلق ببناء القدرات. وفي موقع منتدى فكرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: خارطة طريق جديدة للعراق دعما للاستقرار والنمو. وفي موقع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين: اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تعمل بشكل وثيق مع السلطات في العراق لتوثيق ضحايا مذبحة الإيزيديين في عام 2014. وفي موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: بعد مرور 20 عاما على الهجوم المميت على مقر الأمم المتحدة في العراق، يظل العاملون في المجال الإنساني ملتزمين بالمساعدة على الرغم من المخاطر المتزايدة. مشاهدينا، هذه موضوعات وأحداث عراقية عرضت لها وسائل إعلام عالمية، لكننا سنتوقف مطولا بالعرض والنقاش عند تقرير منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن الأمريكي، ولمناقشة أبرز ما ورد في هذا التقرير أود أن أرحب بضيفنا من عمان رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. أهلا ومرحبا بك دكتور. أدعوك الآن لمتابعة بحث ما جاء كذلك في تقرير منتدى فكرة. تتطلب عودة العراق من وصف الدولة التي تلجأ إلى العنف إلى وصف الدولة الطبيعية، سياسات وإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا. علاوة على ذلك، ترجع مشكلة تعثر العراق في الاندماج مع المجتمع الدولي إلى الأزمات الداخلية المستمرة. فمنذ عام 2003 أقحمت الحكومات المتوالية البلاد في أزمات داخلية معقدة من صراعات وإرهاب وفساد وفوضى واستقطاب سياسي. دكتور غازي، بداية، التقرير يرجع مشكلة تعثر العراق في الاندماج مع المجتمع الدولي إلى الأزمات الداخلية المستمرة كما ورد فيه، هل تعتقد أنه هذا السبب الوحيد؟ وكذلك ما الذي يحتاجه العراق كي يتحول إلى دولة طبيعية على الأقل في علاقته مع العالم؟ شكرا جزيلا، وأعتقد أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا. بعد 20 عام لاحظ فشل النظام السياسي في توفير المطالب الحقيقية على صعيد الأمن، الاستقرار، التنمية، حقوق الإنسان، أيضا مسألة ضمان يعني الحقوق، حقوق العمل بمعنى للعاطلين عن العمل، للمستويات المتدنية للفقر، الجوع. هناك 4 ملايين إنسان يعيشون بالمدن العشوائية، 12 مليون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب. اليوم كان هناك تقرير أيضا: 1 مليون طفل بالعراق لا يتمتعون لا بالصحة ولا بالتعليم ولا بالرعاية الاجتماعية. هناك 6 ملايين طفل يتيم، 1 مليون أرملة. الأرقام مخيفة. هذا كله يضع النظام السياسي أو صورة هذا النظام السياسي والاقتصادي هش غير قادر على تلبية مطالب المجتمع والشعب والفئات المختلفة. لذا هذا النظام بسبب عدم وجود أيضا نظرية اقتصادية، نظرية سياسية، نظرية اجتماعية لدى الأحزاب الدينية، أوصلتنا هذه الأحزاب منذ 2003 لليوم
إلى كوارث. لذا الاستنتاج الأولي أن أحزاب الإسلام السياسي فشلت في العراق كما فشلت في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي السودان وفي اليمن، كذلك فشل تجربة الإسلام السياسي الحزب الله في لبنان. إذن كل هذا أدى في النهاية أن الدولة العراقية، النظام العراقي هو نظام غير متوازن على صعيد مراكز صنع القرار. يعني اليوم ممكن نتحدث عن نظام سياسي اللي هو الحكومة والبرلمان والقضاء اللي وقع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية للشراكة للتعاون، هذا جيد، يعني هذا مهم جدا. لكن في نفس الوقت لاحظ هناك الدولة العميقة اللي هي الكتائب المسلحة، التنظيمات العابرة للحدود، ميليشيات ومافيات الجريمة المنظمة وغيرها، هذه أيضا تمارس عملية قرار سياسي وأمني وعسكري. نعم، ننتقل الآن إلى عرض مقتبس آخر من تقرير منتدى فكرة ونعود ونناقشه معك. لم تعد الدولة قادرة على الإيفاء بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية، ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، فإن المسؤولين العراقيين عليهم أن يدركوا أنه لا تنمية حقيقية للعراق من دون ضمان التزامه الكامل بتبعات قرارات الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة. دكتور غازي، استمعت إلى المقتبس الذي استعرضناه قبل قليل، ما المقصود هنا بأنه لا تنمية حقيقية للعراق من دون ضمان التزام الكامل بتبعات قرارات الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ نعم، أكيد ما يتعلق بالفصل السادس والسابع وخصوصا السابع ما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار، لا يمكن لدولة تصدر العنف إلى دول الجوار. هناك اليوم كتائب مسلحة عراقية في سوريا تهاجم القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي للحرب على الإرهاب. هذا تناقض بين عمل العراق واتفاقيات العراق مع التحالف الدولي للحرب على الإرهاب والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر اتفاقية الشراكة، وأن هناك تنظيمات مسلحة في العراق تعلن عن نفسها يتجاوز عددها أكثر من 34 تنظيم مسلح ترتبط بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وتشن ضربات صاروخية على السفارة الأمريكية، تشن ضربات صاروخية على مطار بغداد، تشن ضربات على شيل، تشن ضربات على بلد القاعدة اللي موجودة طائرة F-16 والخبراء الأمريكان للصيانة. إذن هناك استراتيجية الحقيقة إيرانية مضادة عبر أدواتها لتحالف الحكومة مع الولايات المتحدة العراقية. هذا تناقض كبير غير معقول، وأيضا هذا التناقض يؤدي أن العراق ليس بلد للاستقرار والأمن لا على الصعيد الداخل ولا على الصعيد الإقليمي. لهذا هناك مشكلة كبيرة في الواقع، يعني يتطلب من الحكومة العراقية والسلطات المختصة. إذن ما الذي كان يعني أنه لا تنمية حقيقية للعراق دكتور؟ نعم سيدتي، لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون وجود استقرار، بدون وجود أمن، وبدون وجود استراتيجية شاملة للتنمية بمعنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون وجود ضمان لحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة اللي موجودة في الدستور. اليوم لا توجد توزيع عادل للثروة، هناك طبقة تملك المليارات وطبقة مسحوقة فقيرة تمثل غالبية الشعب العراقي. هناك 50,000 مصنع معطل ما زال لحد الآن وغيرها من التفاصيل. إذن التنمية ترتبط باحترام الدستور، احترام القانون، احترام النظام، توفير الأمن والاستقرار، الذهاب إلى استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. عندها يمكن الحديث أن
البلد يحظى بفرص جدية للتنمية والاستقرار والتقدم. طيب اسمح لي الآن بالانتقال إلى مقتبس ثالث وأخير من تقرير منتدى فكرة دكتور غازي. ينبغي على العراق أن يعمل بشكل منهجي على تفكيك الجماعات المسلحة التي تجذرت داخل حدوده، ما يضمن عدم تمكنها من تهديد الأمن القومي أو الإقليمي، وعلى المدى الطويل سيتم تطبيق تلك المبادرة جنبا إلى جنب مع جهود العراق والتزامه بدعم الآليات الديمقراطية في العملية السياسية. دكتور، برأيك هل ثمة إدراك تام في العراق، يعني على المستوى الحكومي والبرلماني كذلك، لمعادلة أن الجماعات المسلحة تعني غياب الدولة وكذلك قرارها، وهو ما يؤثر طبعا بالتالي على سمعتها الدولية؟ مؤكد أن الكتائب المسلحة اليوم في العراق، ومثل ما أشارت المتحالفة مع الحرس الثوري الإيراني، هذه لديها أجندة عابرة للحدود، ليست أجندة وطنية. هذه تمتلك رؤية للحرب الكونية، كما قم والمقاومة الإسلامية العالمية لمواجهة الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه استراتيجية للحروب تتبعها هذه الكتائب المسلحة، وهي ترفض تسليم الأسلحة بحجة أن هذه الأسلحة هي للإمام الغائب ولن تسلم إلا عند ظهور الإمام. إذن نحن سنستمر بمشكلة وجود دولة عميقة مسلحة وكتائب ومافيات وشبكات للجريمة المنظمة، تهريب النفط حتى التمويل، الغسيل الأموال، التجارة غير المشروعة. إذن يبقى العراق يعيش حالة من الفوضى. حتى أما تستطيع الدولة تقويض سلطة هذه الميليشيات والكتائب المسلحة والذهاب إلى بناء الأمن والسلم المدني، أو لا سمح الله تنجح هذه الكتائب المسلحة بتقويض السلطة المدنية والدستور والقانون، وبالتالي نذهب إلى فوضى عارمة لا سمح الله. طيب ضيفنا الكريم دكتور غازي فيصل، رئيس مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أرجوك تفضل بالبقاء معنا، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج أنت والعالم، وفي جزئها الثاني نناقش ما ورد في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية حول زيارة وزير خارجية بلادها إلى العراق، وتحديدا ما يخص تصريحه حول توقع اعتراف عراقي بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، أود أن أرحب بضيفنا من جديد دكتور غازي فيصل، والذي ينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك من جديد دكتور. أدعوك لمتابعة الاقتباس التالي من تقرير وكالة الأناضول. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تتوقع أن يعترف العراق رسمياً بحزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، مضيفاً: نتوقع من العراق من منطلق الصداقة والأخوة أن يعترف رسمياً بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. إذن منطلق الصداقة والأخوة، هذا ما أعلنته تركيا ضمن تصورها بعلاقتها مع العراق. برأيك دكتور غازي، ما المنطلق الذي تراه بغداد بعلاقتها مع أنقرة؟ مؤكد سيدتي أن العلاقات الشراكة الاستراتيجية اليوم اللي تنمو بالطراد بين بغداد وأنقرة، اقتصاديا، سياسيا، تكنولوجيا، طاقويا، على صعيد البيئة، على صعيد المياه وغيرها من التفاصيل. ونذكر بالمشروع العملاق للتنمية اللي يربط تركيا في العراق بالفاو بالخليج وآسيا. إذن هناك مصالح عملاق مهمة استراتيجية بين البلدين، لكن في نفس الوقت
هناك قضايا تهدد الأمن والاستقرار تنطلق من الأراضي العراقية ومن الأراضي السورية، وبالتحديد ما يتعلق بPKK حزب العمال الكردستاني التركي اللي هو منظمة ماركسية إسلامية على غرار مجاهدي خلق. إذن ليس هناك مصلحة للعراق أن يترك هذا التنظيم الإرهابي على الأراضي العراقية في سنجار، أطراف الموصل، مناطق أخرى في المناطق اللي هي على الحدود العراقية التركية، ويقوم بعمليات تهدد الأمن والاستقرار والمدنيين والقوات المسلحة التركية. ثم أن تركيا دولة ضمن إطار المجتمع الدولي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، على الجميع أن يحافظ على مبدأ أساسي موجود في الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة اللي يتعلق بوحدة الأرض وسلامة الحدود. لا يمكن اليوم أن نذهب إلى تقسيم تركيا أو تقسيم العراق أو تقسيم إيران أو تقسيم أي دولة في المنطقة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ضمن حدودها الجغرافية. وهذا المبدأ حدد في الأساس خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها من قبل ويدرو ويلسون الرئيس الأمريكي. إذن أي تهديد لوحدة الأرض وسلامة الحدود في تركيا من قبل أي منظمة يعتبر هذا التهديد إرهابي وينتهك الميثاق والقانون الدولي وطبيعة العلاقات التاريخية للأخوة بين العراق وبين تركيا، ويهدد المصالح المتبادلة والأمن المتبادل. إذن على العراق أن يعترف أن هذه المنظمة هي منظمة إرهابية كما اعترفت الدول الأوروبية وكما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. الآن ننتقل إلى الاقتباس الثاني دكتور غازي من تقرير وكالة الأناضول، لنعود ونتابعه معك. قال فيدان: إن سلامة الأراضي والوحدة السياسية وسيادة العراق هي إحدى أولويات تركيا، وأضاف أن سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية وعديدا من المناطق العراقية الأخرى احتلت من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. دعنا نسلط الضوء قليلا على تعبير وزير الخارجية التركي حول احتلال حزب العمال الكردستاني لمناطق واسعة، وهي ذكرها سنجار ومخمور وسليمانية، يعني غير معقل التقليدي في جبل قنديل. دكتور غازي، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لبغداد وكذلك إقليم كردستان؟ نعم، هذا خطير جدا، وأعتقد ما تفضل به السيد وزير الخارجية التركي صحيح تماما، وهو يؤشر يعني أو ينبه لظاهرة خطيرة. اليوم هناك للPKK حزب العمال الكردستاني التركي قواعد خطيرة في سليمانية، ونتذكر القصف المطار معنا لهم وجود يعني خطير أيضا يهدد أمن المنطقة وأمن العراق في المطار وغيرها من المواقع المهمة في سليمانية وكذلك في سنجار. سنجار أيضا اليوم يتموقع هذا التنظيم بدعم من قبل كتائب مسلحة متحالفة مع إيران، هذه أيضا ظاهرة خطيرة أخرى، يعني تتدخل إيران لحماية PKK، لكن إيران تمر عبر هذه الحماية من سنجار، يعني من إيران إلى سنجار ومن سنجار إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان في البحر المتوسط. اليوم مثل ما تشير الأخبار قطعت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي عبر إغلاق الحدود العراقية السورية هذا الطريق لمنع إيران من تصدير ونشر أسلحتها باتجاه سوريا واتجاه لبنان واتجاه العراق وغيرها. إذا هناك مشكلة ذات طابع إقليمي وأيضا مشكلة ذات طابع تهدد الأمن الوطني العراقي، إضافة لانتشار هذا التنظيم على الحدود العراقية التركية، مناطق أيضا بالعمق بالكهوف بالجبال، هو يتمترس، لديه طائرات مسيرة، لديه مدفعية، لديه أسلحة ثقيلة، لديه صواريخ وغيرها من التفاصيل. هذا غير جائز. يعني عندما يتحدث السيد الوزير عن وحدة الأرض وسلامة الحدود، إذن هو ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وكما أن العراق يفترض أن يكون حريص على وحدة وسلامة الحدود التركية، أيضا تركيا اليوم حريص لا بد من تحرير العراق من هذه البؤر الإرهابية، سواء كانت PKK أو كانت داعش أو غيرها من الكتائب المسلحة غير الشرعية غير القانونية. نعم،
طيب دكتور، دعنا ننهي هذا الملف بمقتبس ثالث وأخير من تصريحات وزير الخارجية التركية. قال فيدان إن تركيا تدعم حرب العراق ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وأضاف: نحن مستعدون للتعاون مع العراق في الحرب ضد جميع أشكال المنظمات الإرهابية، سواء كانت حزب العمال الكردستاني أو داعش، بغض النظر عن أسمائها. حرب العراق ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. دكتور غازي، هذا يعني مؤشر مهم على تطبيق العراق لالتزامه بعدم السماح للمجموعات المسلحة بالعمل ضد دول الجوار انطلاقا من أراضيه. كيف تقرأ ذلك؟ نعم باختصار. يعني أعتقد باختصار، نعم أعتقد يعني موقف السيد الوزير مهم جدا، كما أن العراق عندما احتلت داعش سلطة العراق تحالفت مع العراق 83 دولة في إطار التحالف الدولي على الإرهاب، وهزمت داعش بحرب لتحرير الأراضي العراقية، وحررت أكثر من 4 ملايين إنسان عراقي تحت نظام العبودية داعش. اليوم على العراق أيضا أن يذهب للتعاون وتنسيق العمل المشترك الاستخباري والعسكري وغيرها لتحرير العراق من هذه البؤر الإرهابية، سواء كانت داعش أو سواء كانت البيكيكي حزب العمال الكردستاني. وأذكر أن تركيا شاركت في الحرب على الإرهاب عندما احتل داعش أراضيها، أراضي العراق. إذن على العراق اليوم أن يساهم في دعم الجهود التركية لضمان الأمن والاستقرار، الأمن القومي التركي، بأيضا شن عمليات لهزيمة البيكيكي وتحرير العراق من هذه المنظمات اللي هي تحمل جنسيات مختلفة، وهي منظمة عابرة للحدود، وليس وهناك أي مصلحة للشعب العراقي من حماية هذا التنظيم المسلح الإرهابي. نعم، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات والتحليلات وعلى بقائك معنا طوال هذه الحلقة. مشاهدينا، حتى الأسبوع المقبل، أودعكم الآن مع مجموعة من الصور والتي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، وتظهر مواصلة العراقيين لنشاطهم الإنساني على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة هناك.